من السنة الثالثة من تعليم ابتدائي. إذن في درس جديد عنوانه بماذا يتميز المغناطيس؟ هذا في كتاب الواضح في النشاط العلمي الصفحة 57. الصفحة 57 الأسبوع 19 الحصة الثالثة. الدرس هو عنوان الدرس لماذا لا يصل الضوء إلى جميع الأماكن. Pourquoi la lumière n'arrive-t-elle pas partout؟ لماذا لا يصل الضوء إلى جميع الأماكن؟ الهدف التعلمي أتعرف بعض منابع الضوء والأوساط التي يخترقها. أتعرف بعض منابع الضوء والأوساط التي يخترقها. إذن je découvre. أتعرف je découvre quelques sources de lumière et les milieux qu'elle traverse. Les milieux هما الأوساط. الأوساط qu'elle traverse التي يخترقها. أنطلق ألاحظ الرسم وأعبر. لاحظوا هذا الرسم، عندي هاد لف هاد البيت وعندي هاد النافذة، الضوء ينفذ من خلال النافذة فقط، لا ينفذ ولا يدخل من خلال الجدران. إذن لماذا يدخل فقط من النافذة؟ لأن هاد الزجاج هو جسم شفاف يسمح بمرور الضوء، ولكن الجدران الحائط لا يسمح بمرور الضوء. إذن أتساءل ما هي الأجسام التي تسمح بمرور الضوء، وما الأجسام التي تمنع مروره؟ أفترض الأجسام الشفافة تسمح بمرور الضوء بمروره، والأجسام المعتمة تمنع مروره. الأجسام الشفافة بحال الزجاج هذه يسمح بمروره، الأجسام المعتمة هي التي تمنع مرور الضوء بحال الحائط. إذن أختبر، ألاحظ مجموعة المصادر الضوئية الواردة في الجدول وأكتب تحت كل مصدر ضوئي، إما طبيعي أو اصطناعي. مثلا الشمس مصدر طبيعي، الشمعة مصدر طبيعي أو اصطناعي. نعم، القمر طبيعي أو اصطناعي؟ طبيعي. المصباح الكهربائي طبيعي أو اصطناعي؟ إذن اصطناعي. نعم، والنجوم، النجوم مصدر طبيعي. أنجز المناولة التالية في مكان مظلم، أضع بتتابع بين شاشة ومصباح كهربائي قطعة من الورق المقوى ثم قطعة من الزجاج. إذن عندنا هنايا في هذه الصورتين كنلاحظوا أن في الرسم الأول هذه هي الشاشة، عند الشاشة والمصباح الضوئي. هنا بين الشاشة والمصباح وضعت قطعة من الورق المقوى. الرسم واحد في الصورة الأولى. إذا الضوء هذا الورق لم يسمح بمرور الضوء. في الصورة الثانية وضعت بين المصباح
والشاشة قطعة من الزجاج، والزجاج سمح لمرور الضوء. لاحظ، إذا أقارن وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. ممكن، ينفد، معتم. لا ينفد، غير ممكن، دل، شفاف، دل. إضاءة الشاشة عبر الورقة المقوى ممكنة أو غير ممكنة؟ لاحظ هنا في المناولة الأولى غير ممكنة. إضاءة الشاشة عبر قطعة الزجاج هذه في المناولة الثانية ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. إذا نكتب ممكنة. أستنتج، قطعة الزجاج جيشمون، هذا كنسميه جيشمون شفاف، شفاف، لا دل لها، لا دل لها، لأن الضوء علاش ينفذ عبرها، لأن الضوء ينفذ، إذا الورق المقوى كنسميوه هذا جسم معتم، له، لأن عنده الظل بحال هذا الورق المقوى، عنده الظل والحائط، له ظل، كنكتبو ظل، لأن الضوء لا ينفذ عبره، لا ينفذ عبره. إذا الخلاصة، نأتي إلى الخلاصة، أستخلص، أملأ الفراغات بما يناسب، دل، المعتمة، لا يصله، دل، مصادر ضوئية شفافة. تسمى الشمس والمصابيح الكهربائية، إيش كنسميهم؟ مصادر ضوئية، هي المصادر ديال الضوء، مصادر ضوئية. الأجسام لأنها تسمح بمرور الضوء، شكون هي التي تسمح بمرور الضوء؟ الأجسام الشفافة، إذا الأجسام الشفافة لا دل لها، لا دل، ما عندهاش دل بحال الزجاج، لا دل لها لأنها تسمح بمرور الضوء. الأجسام هنا لأنها لا تسمح بمرور الضوء، شنو هي التي لا تسمح بمرور الضوء؟ المعتمة، نكتبوا المعتمة لها ظل لأنها لا تسمح بمرور الضوء. الظل مكان لا يصله الضوء. إذا أعيد، تسمى الشمس والمصابيح الكهربائية مصادر ضوئية. الأجسام الشفافة لا ظل لها لأنها تسمح بمرور الضوء. الأجسام المعتمة لها ظل لأنها لا تسمح بمرور الضوء. الظل مكان لا يصله الضوء. أغني معجمي، سورس دو لوميير، مصدر الضوء. أوباك، معتم، كنقولوا أن أوبجي أوباك معناه معتم، لا يسمح بمرور الضوء. ترونسبارون، شفاف، أن أوبجي ترونسبارون، يسمح بمرور الضوء، شفاف. أمبر، دل. وأستثمر، je mets une croix dans la bonne case. Je mets une أضع علامة dans la bonne case، في الخانة الصحيحة. عندي كور، جسم، أوباك، معتم، ترانسبارون، شفاف. نجيو هنا أو، الماء، معتم أو شفاف، هذا شفاف، إذن ترانسبارون. لو بوا، الخشب، معتم أو شفاف، هذا لا يسمح بمرور الضوء.
opaque, vinaigre à incolore, mais كحولي غير ملون. إذن يسمح بمرور الضوء. هذا شفاف transparent. ألومنيوم لا يسمح بمرور الضوء. أوباك. فير الزجاج. هذا شفاف أو معتم. إذن يسمح بمرور الضوء. ترانسبارون عفوا. يسمح بمرور الضوء. ترانسبارون. إذن ونأتي إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على انتباهكم. إلى درس قادم، ولا تنسوا الاشتراك